عنصرية الاحتلال في فلسطين تفوق نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا، هذا ما أكده سفير جنوب أفريقيا في مقابلة خاصة مع وطن للأنباء. عنصريا هنا في فلسطين أسوأ من العنصرية في جنوب أفريقيا في حكومة العنصرية. في جنوب أفريقيا لم يكن طريق معين للإسرائيليين، ولا يستطيع الآخرين أو معظم السكان أن يسوقوا في هذا الطريق. في عصر العنصرية هذا لم يتوقع عن هذا، وفي في 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 الحكومة العنصرية لم يكن هناك الجدار، ونحن نرى اليوم الجدار موجود. بهذا السبب نحن نقول هذا الجدار جدار العنصري. وكان سفير جنوب أفريقيا قد تحدث مع الشباب الفلسطيني لمناسبة يوم الشباب الجنوب أفريقي بتنظيم من مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية. شباب الجنوب أفريقي قاوم عن طريق محاربته لنظام الأبرتايد، خاصة في من سنة 1976 أسس لثورة من أجل إنه الأبرتايد كنظام فصل عنصري ينتهي، وتكون دولة ديمقراطية ودولة نامية تسعى للنمو والتطور بين الأمم. هاي رسالة بعتقد إنه إحنا كشباب فلسطيني يجب إنه نستفيد منها ونطورها ونطبقها على حالتنا الخاصة. تفاعل الشباب الفلسطيني مع نظرائه في العالم، وخاصة في دول مرت في تجارب عسيرة كتجربة الشعب الفلسطيني مثل دولة جنوب أفريقيا، هذه الدولة التي نحتاج كمجتمع فلسطيني إلى التعمق في قراءة تجربتها والاطلاع على مختلف القطاعات التي تتطور بشكل متسارع في هذه الدولة، ولا سيما قطاع الشباب الذي ناضل وكان له دور أساسي في عملية إنهاء النظام الفصل العنصري. ويأتي تنظيم اللقاء ضمن إطار حملة 100 مفكر عالميا في فلسطين، والتي أطلقها مركز شاهد قبل نحو عام، والتي تهدف إلى استكشاف منظور المفكرين العالميين تجاه القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية، ومنح النخبة الوطنية والشباب فرصة التعرف عليها ومناقشتها لخلق آفاق ومسارات جديدة. نزار حبش، تلفزيون وطن.